يعني نعرف الأشاعرة عندما يفوضونك مثلا صفة اليد، يعني ينطوها معنى مجازي ويقولون الله أعلم بالمعنى الصح. التفويض هو أن يقول الله أعلم بمعناها، نعم، ولكن بدون أن يعطيها معنى مجازي. إذا أعطاها معنى مجازي هذا التأويل. يعني أني لن شيء، يعني قرأت بالمذاهب المخالفة بالعقيدة، وقرأت واحد يقول إنه الأشاعرة عندما يفوضون يقولون هذا معنى مجازي، والحنابلة مثلا إذا يفوضون يقولون هو معنى حقيقي، بس اللغة العربية ما تحوي المعنى. لا، الحنابلة الذين فوضوا من المتمذهبة بمذهب الإمام أحمد، قالوا نحن لا نعرف هل الله سبحانه وتعالى أراد المعنى الحقيقي ولا أراد المعنى المجازي، فنقول لله يد، ولكن لا ندري هل هو قصد اليد التي هي اليد ولا قصد اليد التي هي مثلا القوة ولا كذا. فقالوا نحن لا ندري، ما عندنا دليل يقوي ذلك، فالله أعلم. وإذا واحد مثلا يتخذ هذا المذهب، حتى يعني يجتنب التشبيه لنفسه كمثلا، يعني يخاف على نفسه، هل يكون من أهل السنة لو يعني إلا تثبت المعنى الحقيقي الوارد؟ لا، بذلك لا يكون من أهل السنة، لأنه بذلك يقلد الأشعرية. القاعدة عند الأشعرية أنك إذا أثبتت اليد سيكون الله شبيه بالخلق، وهذه قاعدة باطلة. إلا نحن طبعا غلط. إيه فنحن نقول الله سبحانه وتعالى إذا كان له يد فهذه اليد لا تشبه أيدي خلقي. اوكي، طبعا نحن شكرا. نثبت، نقول الله له يد، إيه، يد لكن هذه حقيقية. اليد لا تشبه يد خلقي. نعم، بالكيفية. أي نعم.